نعم. السلام. يقول هذا إنسان احتلم ولكن لا يعلم هل نزل الماء أم لا، ولكن هناك أثر لها به الجنابة مثل وجود رائحة الجسد، فإنها تكون مثل رائحتي عندما يصيب الجنابة، فهل يكون من موجبات الغسل أم لا؟ نعم، إذا احتلم الإنسان ولم يرى شيء فإنه لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحة، إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، العبرة بخروج المني.